ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا على قطعوا الحدود وصاروا بلبنان. ايه وكل شيء كان تمام، ما حدا وقفهم. الحمد لله. الله معك يا ام محمود، الله معك، الله معك يا حبيبتي. تسلم وتبارك الله رب العالمين. بالاذن. ايه حبيبي. حبيبي انا بعدني هون بسوريا. بعدك بسوريا؟ ايه حبيبي بعدني هون. بتعرفي انت اليوم دفن وعزا وقصص، فليك تاخر الوقت. الحقيقه خايف اطلع بالليل، مفكر اجي بكره الصبح احسن. وبيك بعده معك؟ ايه حبيبي الك وجنبي، احنا رايحين ننام عند جماعه قرايبينا. زينه منيحه؟ زينه بتجنن، ما تخاف عليها. تبقى احكيني طمني عنك. ايه ايه اكيد اكيد. لحظة لحظة حبيبي شوي لحظة. ايه من هون على اليمين. يلا يلا. ايه حبيبي بس لانه معي جماعة قرايبيني مشان هيك. يلا بكره بحكيكي وبطمن عليك. منيح، انتبه على حالك. اوكي حبيبي، يلا باي باي حبيبي باي. الله معك. أه
هيدا اياد غير قال لي انه جاي. ايه فيني اطلب منكم طلب؟ ايه تفضل 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 حبيبي تفضل. يا ريت ما تقولوا له لاياد انكم جيتوا وشفتوا زينة، بيزعل مني كثير. انا بس اقعد انا وياه على رواق بخبره. ايه ونحن هيك ما نفضل. ايه ليش لا احسن. شو الأخبار؟ أنا وصلت على الأوتيل بس مش عارفة شو أعمل. أنت حجزت أوضة أو كيف؟ إيه أكيد أكيد حجزت وكل شيء تمام. هلأ بس وصل بضبط كل الأمور، بس يمكن أنا أتأخر شوي. طيب أنا رح أنطر هلأ، رح فوت على اللوبي تبع الأوتيل، رح لاقي حالي بشي. بليز ما تتأخر. إيه بليز. طيب كتير منيح، معناته أنا شي ساعة ساعة ونص لأوصل. أوكي ناطرتك. شو نمت منيح؟ الحمد لله. اي الحمد لله. بابا انا قبل ما ارجع على لندن رح اطلع لعندك على الضيعه لفوق ونقعد ونحكي ونشوف شو ناقصك، بسكر لك كل ديونك ان شاء الله. انا ما بدي مصاري منك، انا بدي اياك ترجع ابني الحقيقي. بدي ما نتعامل مع بعض مثل الغلبة، مثل ما هلا عم نتعامل. بابا 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 انا عندي مشكلة معكم، ما بتنحل هي المشكلة بسهولة وخلص. انا تأقلمت معها يعني. وانا ما بدي اياك تكلف نفسك بشيء، الله ما بينسى حدا. مثل ما بدك. إذا مفكر حالك إنك زعلان على أختك أكثر ما أنا وأمك زعلنا على بنتنا، بتكون غلطان يا أبي وغلطان كتير. وسام انتبه على زينة أوكي؟ اقعد على الجماعة وخلي عينك على البنت، اوعى تتركها ولا دقيقة. أنا رايحة مشوار نص ساعة وراجعة. لوين رايحة؟ رايحة استأجر سيارة من عند خيا لدينا صاحبتي وجاي. طب ليه ما بتستأجر من الأوتيل مثل ما عمل إياد؟ ما بدي إياد يعرف بالسيارة. طب فسري لي شو بكي؟ تقبرني بلا سؤالتك هلا، المهم أنت تنتبه على البنت وتخلي عيونك عليها عشرة عشرة. أنا رايحة مع رامي ناطرني برا، أوكي يلا باي. شباب بدر الدجا، ليش برميك بوزة وطلعي؟ ما تواخذوها بس جانا عندها شيء اضطراري. إيه شو علي؟ شو علي؟ بدي استناها. إن شاء الله بيسلم لي هالوش مثل فلقة القمر. أي شاب الحلو، ما خبرتنا مجوز حضرتك أعزب كذا مذا؟ جمله أهلين. إيه شو بتخبرنا؟ يعني هيك شو في أخبار حلوة؟ يعني شو بدك تحكي؟ أحكي خلينا نسمع هالصوت الرايق الحلو. نديم شو بنت راحت تنام برات البيت؟ عن مين؟
قالت عند رفيقتها. ايه وعشو مكبرة القصة هيك؟ من هي وصغيرة بتنام عند رفيقتها. ايه بس وقتها عن جد كانت تنام عندها. أنا هلا أكيد إنه مش رح تنام عند رفيقتها. مهارس كتير عم بيجعني بيجي شرفك حلي عني. ريحتك بتفطس من الشرب، أكيد بده يكون رأسك عم يوجعك، منك سكران. يا رب اعطيني نعمة الصبر. أنا أكيد أكيد إنه راح تتلاقى بهيدا الزلمة بين للبنت الصغيرة، أنا أكيد لأنه ظهرت من هون وما كانت مرتاحة. هيدا الزلمة منه هين وضارب عينه عليها، واللي قاله وسام معه حق فيه. تلفني لا شوفي وينه. عن جد؟ هيدا اللي طلع معك؟ والتلفنت لها خطة مسكر. وكيف بدي أعرف وينه إذا مسكر خطة لكين؟ أنت بيا، عمول شي أنت بيا. ماها أنا مني منيح ومش طايقك ولا فضيلك. أكيد بالك بصحبتك اللي تركتك وزدتك ولا ظهره مثل كأنك شي فستان قديم بدها تشتري غيره. سكتيني. عم تضربني القديم؟ وصلت معك لهون؟ أنت بتعرفي إنه أنا ولا مرة مديت إيدي عليك أو قللت من احترامي. أنت بس إذا ضربتني بتكون عم بتقلل من احترامي. أنت كل يوم عم بتقلل من احترامي. كل يوم عم بتضربني بقلبي وبكرامتي. يا مها يا مها ليش ما عم تقبلي الحقيقة؟ أنا بطلت حبيك من سنين. أنا بعزك وبحترمك. أنا عشت معك سنين وبتربطنا بنتنا اللي بنموت فيها. أنا ما بكرهك، بحترمك وبعزك، بس ما بقى مغروم فيك. إذا بتقبلي هالحقيقة هيدي ما بتقعدي تعتبري أني عم بقلل من احترامك. نديم، سؤال واحد بس. شو سؤالك؟ تركتك ما هيك؟ مش قصة تركتني، خناقين. خناقين؟ يعني رح ترجع وتتصالح؟ خناقين لأنه بدها تسافر لعند ابنها. أنت بتعرفي إنه عندها ابن عايش مع بيو بالكويت وهلا مريض شوي ولازم تكون حده بالعلاج والعملية، والصبي بده من يبقى حده فترة طويلة. أنا ما قبلت سافر. قلت لها نبقى مع بعض ونشوف بعض مرة أو مرتين بالشهر لكن ترجعتي. هي رفضت وما فهمت ليش أنا ما فيي سافر معها. لهيك رح نفترق. وليه ما سافرت معها؟ ما أنا ما فيي أترك بنتي. أنتي طبعاً معتبرة إنه أنا مني موجود بحياة بنتي، بس أنتي كتير غلطانة. أنا عم بصرف عليها وعليكي وفاتح البيت، حتى ما قبلت انه نطلق انا وياكي بكرمالها لانه بعدها صبية وتحت نصيبها. يعني انت باقي هون كرمالنا؟ كرمال عائلتك؟ ما بوس ايدك. خلاص خلاص خلاص. وين هالغايبة ست جنى؟ اشتقنا لك. احنا بالاكثر نادر، بتعرف سفر وشغل وهيك. ما تواخذني حكيتك على السريع اليوم، بس مستعجل بدي سياره. قل لي شو بدك مني، مصاري وراء؟ ولو ما بدي منك وراء شيء، كل السيارات على حسابك، نقي اللي بتعجبك. ميرسي. بس ما قلتي لي كم يوم بدك اياها؟ مش عارفه، هالسفره طويله وكلها مشاكل ما رح تعرف تخلص. بس خلص برد لك اياها. بركي هاي الحمراء اللي هونيك. اوكي، لهي لك وراء. تكرمي. الله يرحمه ويحسن يا ارتاحت والله يا عمتي. ارتاحت الله يرحمها عمتي. خلصنا، خلصت السيرة. يا الله يا الله يا الله. ايه استاذ، ما قلت لي الدكتورة، يعني دكتورة شو هي؟ يعني قلبية، بيطرية، اسنان، شو بدك كتير؟ لا دكتورة من غير نوع. شلون يعني من غير نوع؟
يعني اختصاص بده كثير شرح، شيء خاصه بالابحاث والادويه. ايوه. وليش ما تجوزتش دخلك؟ دكتوره قد الدنيا وحلوه وبكون معها مصاري دكه. هذا الشيء بيعني له لا انا ولا انت قلنا حنتدخل بحياتها. مزبوط. لا تواخذنا اخي، عم نتدخل بخصوصياتكم. ايه لا تواخذنا اخي، عم نتدخل بخصوصياتكم. ايه عم يتدخلوا بخصوصياتكم. طيب معقول اياد يكون عم يكذب عليكي؟ خبرتك كل شيء صار بالحرف، معقول يكون لها غير تفسير؟ لا بس رح ننطر للاخر لنشوف شو بده يصير. اوعك جنى تروحي على المستشفى وتلحقي اياد لحالك بدون ما انا اكون معك، عم تفهمي؟ بدي روح معك حتى لو غصبا عنك. او لك رح يلاقيها؟ ما بعرف صراحة، انا ما عاد فهمت شيء. بس انا اكثر شيء مفاجئني تينا انه بهالسهولة بتخونه لويسان. هالقد هي ما بتحبه ولا هي بالعادة بتخون بهالسرعة؟ عن جد انا ما عاد فهمت شيء. بعد عندي امل اطلع غلطانة. يا رب يا رب اطلع غلطانة رامي. انا مستعد ضل كل عمري اعتذر منهم اثنيناتهم. المهم هلا اوعك تخبري وسام باي شيء. بنكون عم نخرب بيناتهم ونحن ما متاكدين من شيء. ما تحتلم. اكيد ما راح اقول شيء هلا لوسام. هلا بتلفنه وبقول له يظهر زين شي مشوار. طيب كثير منيح. انا راح اشوف شو صار مع هذا الزلمه، تاخر. شو بدك؟ أنا جنب الشجرة اللي تحت بيتك. انزل لي. أنا ما قلت لك إنه لو ما تقرب مش ناقصني مشاكل. روح فل. طب لو قلت لك إني جايب لك معايا 1000 دولار. 1000 دولار؟ من مين؟ من راجل صاحب المشروع. اداهم لنا عشان نظبط بيهم نفسنا لغاية ما نبدأ ننفذ. أنا جاي. وسام خبرني شو عم تعملوا؟ هلا مشيوا، دقلن اياد وقالن صار واصل على المستشفى، حملوا حالن ومشوا من هون، اخذوا تاكسي. طيب حبيبي. ليك ضهرها شي مشوار للبنت، خليها تتسلى شوي بليز. طيب بس انت بتعرفي انه خلقي ضيق، بس كرمالك رح اعمله. هلا قولي لي انت شو صاير معك؟ خلص وسام مشغول شوي، عندي مشوار انا ورامي، بس خلص بحكيك. انتبه على البنت. باي. عم دق لك، عم يطلع خطك مسكر. اي ما انا مسكرته كرمال ما حدا يلقطني، واصلا بيوصلني مساج من بشاري بيحكيني. يلا انا رح اوصل، بس بدي اوصل لبابا على المستشفى لانه من هنيك بده يطلع على الضيعه وبعدين بتحرك لعندك فورا. طيب ناطرتك. بليز ما تتأخر كتير علي، مش كتير مرتاح هون. يلا يلا جاي فورا. أنا جاي. يلا باي.
تسلم عليك جنى بابا. الله يسلمك ويسلم. مرعوب على هالبنت. هلا انت متاكده انه اللي كان تحت مقصوف العمر نبيل؟ انا شفته بس فادي ظهر من البيت ركض على الشباك، كان هو نبيل تحت عطي وشيل، ما بعرف شو حطه تحت القلوسه. وينو فادي تحتك؟ شو فادي؟ شو بدك بفادي؟ انا مسؤوله عن فادي، انا بهتم بفادي، الله بيوفقك هلا مش وقتها، انا عم فشفش لك قلبي. بيكونوا عم يتفقوا مع بعض على شيء له علاقه بجنى. ايه؟ ليش عشو بدهم يتفقوا هني؟ ليش هني شو بيربطهم غير جنى؟ هو شو فوقوا على فادي لو ما شاف جنى؟ لكن لازم نخبر جنى باللي شفناه. اوعى دخيلك اوعى، اوعى تجيب لها سيري لجنى، جنى بكفيها اللي فيها. تعرف شو؟ احسن شي نخبر وسام. دقيله إيه؟ لنخبره. ما انا دقيت له، دقيت له بس قال لي مشغول هلا بيرجع يحكيني. قلبي قلبي رح يولع. مها بكي شي؟ لا ظهرة؟ لوين بدي اظهر؟ ماني اصلا بقميص النوم. ما انه انا قلت انه هيك مزبطة حالي، قلت بلكي ظهرة مكياج و... بالصراحة كنت عم فكر نظهر نشرب شي نقعد نحكي، شايفتك كتير متضايق، قلت هيك منغير جو ومنخلي هالليل الطويل يقصر. انت مقهور من قصة حبيبتك وانا خايفة على بنتي، قلبي عم بيقلي انها مش منيحة، بركي اذا ظهرنا هيك اصحاب يعني بيمضى الليل بسرعة، شو قولك؟ عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي عن جد. ايه نظهر اذا عن جد ما بنتخانق بنكون اصحاب، بظهر بستمنى. اوكي انا جاهزة، بظبط شعري وبلبس ثيابي وبنمشي. اوكي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. العمر إلكم ويجعل مسواها الجنة إن شاء الله خاتمة الأحزان. تعيشي يا أختي، دعية بحياتك. يا حوي هون ربي. قال لي إنه نايم لبكرة بسوريا. بس يا حوي هون. ممكن يكون في عنده سبب تاني لحتى يكذب عليكي، مو شرط يكون عم يخونك. يا رب. طمني بابا، ان شاء الله الامور كانت ميسره معكم. الحمد لله يا ابني الحمد لله. طيب في سيارتين ناطريكم بالكراج اللي برا المستشفى، رح يطلعوكم على الضيعه ومجد رح يبقى معي، وانا بكره بطلعوا معي لفوق. وليش مجد بده يضل هون؟ انا عاوزه. وين بده ينام من غير شرف؟
عمتي نحن ببيروت هون في 100,000 اوتيل اكيد ما رح نايمه بالشارع. يلا تيسروا انتو، انا تاخرت عندي موعد. يلا اخي. يلا اخي يلا بيغالك حالك لا تخاف ابي يسلم يسلم يا ابني الله يخليك وياك على الله يحميك كيفك مشيت؟ منيح سيك هدول سيك دول 1500 دولار روح خد لك شي غرفة بالأوتيل عشا انبسط عيش حياتك يعني بس عمي هدول كتار يعني أهلي أولى فيهم لا تفكر بحدا هلا فكر بحالك وبس حتى بأمي وأختي ريم وتذكرني بحالي وقت كنت بعمرك هيك كنت كنت فكر بالتانيين أكثر ما فكر بحالي عمل شو ما بدك فيهم عمل اللي بيريح لك ضميرك يلا أنا صار لازم أمشي تأخرت يسر أنت حاكيك بكرة ماشي تتجوزوا؟ ايه حبيبي رح نتجوز ونجيب بنت حلوة مثلك خي انا كمان كثير بحبها لتينا انا كمان بموت فيه دخليك هديك المرة لما رحتوا لعندها شو اخذتوا لك هدو؟ صورة حلوة كثير بالاول كنا بالاوتيل بعدين دادي قال لي قومي نروح لعند تينا حكيناها وقفنا على الطريق ونزلنا نقينا لصورة حلوة انت نقيتيها؟ لا دادي فيني اطلب كاتشب بعد؟ آسف تأخرت عليكي كيفك؟ شو بك؟ في شي؟ تينا أنا هون مالي ببلدي صدقيني لو عندي بيت كنت استقبلتك فيه بعرف إنك بتكوني عم تفكري إنه هذا أوتيل و يعني ما بعرف كيف أفسر لك بس أنا متضايقة من الأوتيل أبدا طيب كيف نحن عم نأذي شخصين كتير لذيذين وبحبونا كتير اشتقت لك كتير جربت معجي بس ما قدرت كتير شي عمالي كون معك بس أنا مالي حاسس إنك أنت مشتاقتي لي Thank you.
في داعي تبهدلي حالك مثل ما عم بهدلوا حالهم. اللي بدك تعمليه ما بيشبهك. ما تنزل لهذا المستوى. يلا امشي معي. ماشي حاجي. بصير تعملي بحالك هيك. هو قال لي انه بحبني، طلب مني انه نعمل عليه اكيد حتى نقدر نضل مع بعض. انا قبلت حتى ارضيه، قلت بكره بنتجوز وبنعمل عيلة. تحملت معه رامي كل شيء، مزاجيته وعقده وشكله وبيجي يوم بيتحسن، بيجي يوم بحس فيه وبيقلي تعالي اتجوز. كنا كل ما نتخانق اركض انا صالحه قول معلش معلش بحبني. طلع فوق كل يلي تحملت وضحيت فيه. ما بيحبني رامي، بيحبني. مو بالضرورة يكون ما بيحبك، بس بس جو، بس جو تينا طلعت عمينه. يلا يلا بلش انت كمان قول الحكي اللي بيقولوه كل الرجال. نزوة وغلطة واستحليها وما أدري أقوم وما بعرف شو. ليش أنتوا بحقلكن ونحن لا؟ هيك أنت بوجهي ومعي ليل نهار وبتقلي إنك بتحبني. ليش ما عم بقبل أكون معك؟ ليه؟ لأنه أنا مرة وأنتوا رجال؟ خلص جنى خلص، هدي أعصابك وروقي، ما بصير تعملي هيك. ولك هي خطيبة خيي، بتعرف شو يعني خطيبة خيي؟ يعني من الدنيا كلها ما استعنى غيرها. هيدا واحد بلا مخ، هيدا واحد حيوان. خلص جنى قومي 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 على الاوتيل. قومي 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 خلص قومي 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 خلص قومي 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 فيها. حسستيني كأنه أنا جابرك على شيء. لا أبداً، أكيد مش جبرني على شيء. أنا بدي كتير، بس أنا حاسة أنه أنا وأنت حاسة بالذنب، فأنا حاسس أكتر منك. تينا أنا بدي إياكي، ما عم بقدر افكر الا فيكي من هداك اليوم.
من هداك اليوم اللي شفتك فيه عند رفيقتك وأنا ما عم بقدر شيلك من رأسي. بتصدق إذا قلت لك إني صرت مغرومة فيك؟ أنا ما بصدق بالحكي. ليه تأخرتوا هالقد؟ زينة وين؟ نايمة بأوضتك. عال اتركوني لحالي، تعبانة كتير بدي ارتاح. اختي في خبرتين بشعين بدي اخبركم اياهم. لا وسام الله يخليك، خليها لبكره. قول. أمي قالت لي أنه فادي عم يتلاقى بنبيل، والخبرية الأضرب من هيك بس كنت قاعد مع زينة بالمطعم قالت لي أنه إياد هو اللي اتصل بتينا وإجا على البيت وجاب لها الإسوارة وهو خلاص! خلاص كنت ما بدي أسمع شي. خلاص! يا الله قدي صار لي ما انبسطت بهيك سهرة. أصلاً صار لي زمان أنا ما شفتك هيك. لك يخرب ذوقك يا مهج وانت هبيلة، بس هلأ خلص فهمت. شو فهمتي؟ فهمت إنه إذا ما فهمت عليك رح أخسر بيتي وبنتي، منشان هيك قررت إنه أقبلك كصديق وبس. الحمد لله. تصبح على خير صديقي. هاد اللي كان ناقصني من الليلة. ألو، أهلين سالي. هاي. أيوة أنا مشتاق لك كثير. لا والله لسه مو مبين معي متى بدي أجي، بس يعني على الأغلب بهالكم يوم يعني مو مطول كثير. إي لا هو مشكلة إنه حبيبي كيف سوريا؟ الحمد لله كل شيء منيح، تعبان شوي بس كل شيء منيح. حبيبي عم تلفن لك تقول لك بكره اوعى ترتبط بشي عشيه، عبكره لإلي انا إلي وبس. ليش شوفي؟ رح نحط زينه عند امي ونسهر سهره غير شكل، انا وانت ورامي ووسام وتينا. إن شاء الله إن شاء الله. شو؟ ما عجبك المشروع الهيئة؟ لا بالعكس، بالعكس عجبني كتير. إن شاء الله بكرة بس أرجع منروح ومنسهر ومنرقص ومننبسط. لازم ننبسط قبل ما أرجع سافر على لندن. قلي إنك بتحبني كتير حتى نام منيح حبيبي.
احكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل الأيام صابوا الأعمال ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا